أنا أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. ناخد أم محمد. السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازاي اتفضلي. حضرتك يا أستاذة رانيا؟ عاملة ايه؟ الحمد لله بخير، أهلا بيكي ايه القمر ده؟ حبيبتي، ربنا يخليكي يا رب. والله العظيم منورة، كل ربنا سنة يخليكي وحضرتك يا حبيبتي طيبة. وأنتي بألف خير يا رب. إيه، كنت عايزة بس أسأل الشيخ بعد إذنك سؤال. اتفضلي. ازاي حضرتك يا شيخ أيمن؟ أهلا بحضرتك، ربنا يخليكي. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيبة وبخير. من بعد إذنك كنت عايزة بس أسأل، أنا مصاريفي الشخصية، أنا متجوزة بقالي 10 سنين، ويعني مش عايزة أقول لك جوزي بخيل لأبعد حد ممكن حضرتك ساتر يا تتخيله. رب، أعوذ بالله. أنا يعني أنا والله مش بذم فيه، بس والله العظيم هو ده اللي أنا شايفاه. حضرتك أي مصاريف ليا شخصية يعني لازم أهلك اللي يصرفوا عليك. لازم ايه؟ أهلي لازم ايه؟ أهلي أهلي أهو أهلي هم اللي يصرفوا. طب هو بيصرف على البيت ولا لا؟ والله بصي يعني بيصرف بالقطارة كده، يعني بيجيب اللي هو يعني لقمة الولاد بالعافية. طب ومصاريف الولاد؟ برضه حضرتك يعني بيغلمنا، ويعني مش عايزة أقولك بيذلنا قبل ما بيجيب لنا حاجة، ويعني مش كريم خالص مع أولاده. يعني سيبك مني أنا خالص، أنا لو هو كريم مع أولاده مش مهم، إنما هو مش كريم خالص مع طب أولاده. هو ماديا ظروفه عاملة ايه؟ بصي هو ماديا حاليا الدنيا ملخبطه شويه، بس هو لما كان بيبقى معاه فلوس كان بيخبيها، وكان بيطلع لنا بالقطار، وكان بيقول ما معيش، وكان بيخبي مني فلوس ياما، وكان مسرقني في فلوس، واي حاجه تضيع منه انا، ومع اني انا كنت عارفه مكانه ومعرف انه كان معاه اصلا فلوس، ومش مستأمني خالص اي حاجه، ولا على سره ولا على بيته ولا على طب ليه ولا ليه على ايه المواقف اللي حصلت بينكم خليته يبقى؟ هو شكاك بطبعه، شكاك اه هو. وعشان انا بكلم ماما فمتهيأ له ان انا كل حاجه بقولها لماما، كل حاجه بقولها له، اقول له لا يعني مش كل حاجه تتقال، ممكن انا افضفض معاه اصل مثلا. انتوا 10 سنين يعني اكيد في مواقف كتير قوي عدت عليكم في بينت مواقف طبع كل حد كتيره. فيكم. ايوه بقى هو طبعه بان من الاول، بس انا كنت بتغاضى بقى، يعني ما كنتش لسه متجوزه 18 سنه، فما كنتش لسه فاهمه، فكنت بعدي. انما لما الموضوع بقى بدا يزيد عن حد، وبعدين مع الولاد كمان بيدخل الولاد في كل المشاكل، وعامل ابنه الكبير عنده 9 سنين، مامتك عملت ايه، مامتك راحت فين، جابت من إيه؟ جابت ايه، صرفت ايه. يعني بيخلي ابنك ينقل الاخبار، ينقله الاخبار يعني تقصدي؟ هم عندهم الخصله دي وحشه قوي في العيله، يعني مش فيه هو لوحده، وانا مش عايزه ابني يبقى يطلع زيه، مش عايزاه ياخد صفه وحشه زي دي منه، مش عايزاه يبقى بخيل زيه. يعني هو حتى بخيل ان هو يقول كلمه حلوه، مفيش خالص، يعني لا فلوس ولا اي حاجه معنويه. فانا مش عارفه اتعامل معاه ازاي. ف يعني انا اليومين دول بفكر ان انا يعني بقالي كتير قوي بطلب الطلاق، بس عشان اهلي مش راضيين، وظروف ابويا ومش عارفه ايه، فهو ما يعني ما فكرش خالص في ولاده. وانا طول ما انا كنت قاعده عند ماما، قعدت 35 يوم عند ماما، ما فكرش فيهم حتى بسؤال، ولا بعت لهم فلوس انتي ولا حاجه ولادك قد خالص. ايه؟ 9 سنين و4 سنين، تمام. ولدين. فقلت عشان بابا وظروفه ومش عارفه ايه وهستحمل، فانا يعني يجوز ليا ان انا ممكن اطلق واقعد في الشقه زي ما انا، وهو انا عايز يصرف على اسالك اولاده عادي، سؤال. بس ياخد حاجته من الشقه وملوش دعوه بيها خالص، لحد ما الظروف تتحسن وظروف اهلي تتحسن، وبعد كده انقل عنده. ايوه، لان هو فضلت الشيخ عايز اسالك بس على حاجه. اتفضل. انت اولادك، بس هو السؤال بعيد شويه، بس انا يعني اولادك ما بينهم 5 سنوات ايوه صح كده؟ ال5 سنوات دي انت كنت بتفكري تنفصلي ولا ايه؟ كنت بفكر ان انا انفصل. صحيح. طيب معلش، بعد اذنك يا استاذ. طبعا. شوفي، هو الموضوع اللي انت بتقوليه صعب، والبخل ايوه ده صعب جدا، جدا. ولو ايوه الانسان فيه 100,000 ميزه وبخيل ما وبخيل، يبقى ما ينفعش. البخل ده بيداري على كل ده. صحيح. انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه، هو لو طلع جنيه لله الناس كلها لازم تعرف ان هو بيطلع حاجه لله. يعني ايه بيروح يقول يعني؟ فانا صعب قلت له عليه فعلا، اما يجي هطلعه يحسب الفلوس انا طلعت صعب كذا عليه. وعملت كذا، فانا بقول له دي حاجه بينك وبين ربنا، ما ينفعش تيجي تقولها لي ولا تيجي تقول مامتك، تبقى بينك وبين ربنا. هو البخيل بيبقى حابب ينفي عن نفسه التهمة دي،
فيبين في له اي حاجه صغيره بيعملها عايز يضخمها ويقولها للناس كلها عشان يقول انا عملت، عشان يقول انا كريم. هو زي ما بيقولوا كده، اللي على راسه بطحه بيبقى حاسس بيها. يا ساتر يا وال والكرم في المقابل بيداري كل عيب في الراجل. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، فيه بيجيبها فيا انا، يعني اي حاجه هو حاسس بيها وهو بيعملها. يعني هو مثلا بخيل، بيقول عليا انا بخيله وماديه، هو شكاك، قال انا اللي شكاك، يعني فاهم قصدي، بيجيبها فيا انا. طب خلينا نرد عليكي. بس انا عايز اقول حضرتك، طول ما انت عندك قدرة انك تتحملي وتمشي البيت علشان خاطر الاولاد دي تحملي. احنا الحياة كلها مبنية على ابتلاءات، لعل ابتلائك في الجزئية دي ان جوزك يبقى بالطباع دي وما تعرفيش انت لو انفصلت عنه الحياة هتبقى ازاي. لكن طول ما انت قادرة انك تتحملي، هو دايما انا بقولها يعني لاي حد يسألني، عندك قدرة انك تتحمل 5% 1%، طالما انت في قدرة ان انا اتحمل خلاص تحمل. وانت خدتي 5 سنوات تفكري فيها ما عرفتيش تاخدي القرار ده، وربنا رزقك بولد تاني، ما تجيش بعد بقى الموضوع ده وتقول انا عايز انفصل. انت في شدة، ايوه احنا عارفين. انت في ابتلاء، ايوه احنا عارفين. ولو نعرف والدك هنقول له توصى بيها، وهنقول له عاملها كويس. والدك هنقول له لما تحتاج حاجة دي بنتك ما تستخسرش أكيد فيها. اكيد هم، ما هي بتقول لك هم اللي بيصرفوا عليا.